الذي حدث في مصر سببه المقاومة الإسلامية في الأراضي المحتلة. ولذلك ما يحدث في جانب قانوني وفي جانب أبعد بكثير هو الجانب الإنساني. الجانب القانوني أنا أعتقد أن دول مجلس التعاون بشكل مباشر وهي دول أعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة تستطيع بكرة أن تقدم طلبا للأمين العام طبقا للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة باعتبار أن ما يحدث في غزة هو جريمة إبادة يعاقب عليها القانون. أنا أعلم أن المجتمع الدولي لن يتفاعل مع هذه المسألة، لكن هذا هو أضعف الإيمان. الأمر الآخر أن هناك تصريح منسوب لرئيس الجيش الإسرائيلي، وأتمنى أن يتم نفي هذا التصريح تحديدا من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. قائد الجيش الإسرائيلي يقول بأن هذه الحملة الحرب على غزة مباركة من مصر والإمارات والمملكة. ربما يكون هذا التصريح مكذوبا، ولذلك نريد على أقل تقدير إعلان موقف من هذه الدول.